انا مش قادر اقول ان في اي حاجه غير ان اللي بيحصل في اداره الكره المصريه، انا اسف جدا في الكلمه، انما عبس. حضرتك بتقول انه لازم تبعت للاتحاد الافريقي الفرق المشاركه في الكونفدراليه ودوري الابطال، الاهلي والزمالك في دوري الابطال، المصري في الكونفدراليه، فاذا في خناقه على كرسي وحيد ما بين بيراميدز وما بين الاتحاد. بيراميدز عنده لقاء مع سموحه، الاتحاد عنده لقاء مع الزمالك، ولازم تبعت بكره علشان تقول مين هيشارك كرابع، لانه المصري ثالث، فالرابع مين؟ فانت بسبب التاخير في الاعلان، بسبب التاخير في المسابقه بشكل عام، يعني الاتحاد الافريقي طالبك بانك تبعت بسرعه مين الناس اللي شاركت، فانت بعت لهم طلع الجيش ووصيف الكاس، فقال لك لا احنا مفيش وصيف الكاس، احنا ثالث ورابع، طب مين؟ طب هي المهم ان الموضوع ده حصل من غير ترتيب ومن غير، وكانك اتفاجئت. ده انت لسه هتتفاجئ اكتر لما تعرف انه الدوري هيخلص بعدها بيومين، المنتخب بعدها بكام يوم، البطوله العربيه وكاس الامم وتصفيات كاس العالم وكاس كاس عام للقارات، كاس عام للانديه الاهلي، ودوري ابطال افريقيا الزمالك والاهلي، وناديين في الكونفدراليه، وعندك معمعة السنه الجايه. طب هتعمل ايه في الدوري السنه الجايه؟ لسه مش عارفين. يعني ايه مش عارفين؟ هتعمل حاجه؟ عندك اي فكره خارج الاطار عشان تقدر تخلص الدوري بسرعه قبل شهر 5 اللي هو 2022، علشان يبقى عندك بعد كده الموسم اللي بعده يبقى موسم طبيعي وماشي بمعدل محترم؟ لا لسه ما عندناش اي افكار. طب انتوا هتعملوا مش عارفين والله. الله، يعني هو كده ماشيه كده بالحب؟ اه ماشيه بالحب. فانا بوجه سؤالي الحقيقه لاتحاد الكوره، لامتى هيفضل نظام الكوره في مصر عامل كده؟ كل حاجه بالماشيه كده بالكده، اي كلام ماشيه كده، هوبا يلا هوبا يلا، اي حاجه في اي وقت في اي مكان، في ترتيب، في اجراءات معلنه للناس، بدل ما الناس عماله تجتهد، البرامج بتجتهد، فالجمهور بياخد من البرامج، وكل واحد بيطلع يقول اللي على مزاجه، وكل واحد بيطلع يقول من مصادره. طب ما تطلع انت تقول ايه اللي بيحصل بالظبط بمنتهى الوضوح، علشان ما حدش يجتهد، علشان توصل للناس ان في فكره، علشان تطمن الناس ان الكره المصريه بتدور بشكل كويس. لكن انا شايف ان الحقيقه في مشكله كبيره في اتحاد الكره المصري بقيادة احمد مجاهد، والله هو ماليش اي علاقه بالاشخاص، ومش فريق لي مين يمسك الاتحاد والله خالص، ولا فريق لي مين ماسك ايه، ومين كان قبل مين، ومين جاي بعد مين، والانتخابات، ولا فريق لي الكلام ده. انا فريق لي ان انا شايف ان اتحاد الكوره المصري بيدار بشكل خاطئ، بيدار في سنه خوف من الانديه الكبيره، من الاهلي والزمالك، وفي سنه في حسابات بتتعمل للكبار، وفي حسابات بتتعمل للصوت العالي، وفي عشوائيه، وفي قرارات بتتاخد كده بالكده وخلاص، وفي بلالين بتترمي عشان نشوف الجمهور هيبقى راضي عنها ولا لا. الامور دي كلها تطلع لك نتيجه سلبيه، والدليل على كده انه لو رحت بصيت على اتحاد كره اليد هتلاقي ان النظام مختلف تماما، في نظام سيستم ماشي على الكبير والصغير، الاهلي والزمالك زي اي نادي تاني في الدوري، اي حد موجود بيتطبق عليه النظام، في عقوبات وفي مكافئات وفي لوائح وفي قوانين، فبالتالي عندك منتخب محترم، عندك دوري وكاس وبطولات بيشاركوا فيها الانديه بشكل محترم وليها مواعيد اخر ومواعيد اول، لكن كمان عندك منتخبات محترمه جدا على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الاول، مصنف من الاوائل في العالم مش على القاره، لكن انت دلوقتي حتى كمنتخب كوره انت مش مصنف من الاوائل على القاره، عندك مشكله رغم ان انت المصاريف والميزانيات الكبيره اللي في الكوره تقول ان انت المفروض تطلع يعني بوم، لكن ده مش حاصل، لان الكوره المصريه بتدور بعشوائيه. اتمنى انه ده يوصل للمسؤولين، اتمنى انه ده يوصل لاصحاب العقول الرزينه بانه الكوره المصريه تستحق مننا اكتر من كده بكتير، تستحق ان احنا نطلع منها نتائج احسن من كده بكتير. احنا مصر اكبر دوله في الوطن العربي وفي افريقيا، ومن اهم البلاد في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي لازم يكون عندك مسابقه قويه، لازم تبقى مسابقه مصنفه في المنطقه، انت مسابقه بعيده عن الخريطه في المنطقه، انت في بلاد حوالينا مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، لكن مسابقاتهم اقوى منك بكتير، وهم اقل منك في الامكانيات. انت عندك امكانيات بشريه عظيمه، وعندك امكانيات ماديه، وعندك دعم من الدوله، وعندك كل حاجه. ايه اللي حاصل؟ عشوائيه. اتحاد الكوره بيدير الكوره المصريه بعشوائيه في كل حاجه حقيقه، حتى في الماتشات والتوقيتات والمواعيد، مفيش عداله في اي حاجه لا فوق ولا تحت، ده بيلعب هناك وده ما بيلعبش، ده بيلعب الساعه 7 وده بيلعب الساعه 9، ده بيلعب الساعه 12 وده ما بيلعبش الظهر، ده بيلعب قبل ده بثلاث ساعات وده بيلعب بده قبل ده بثلاث ايام. بره مفيش الكلام ده يا جماعه، بره الجولات الاخيره الحاسمه في الصداره والهبوط والتاهل وبتاع كلها في وقت واحد وكلها في مواعيد ثابته. اصل الاولمبياد، يا ما انت عارف ان في اولمبياد، ما انت عارف بقالك اربع سنين بالمواعيد، وعارف كل حاجه، عارف كل، حتى لو اتاجلت بسبب كورونا ما انت عارف برضو المواعيد بقالك كتير، ما انت عارف ان البطولات الافريقيه والعربيه وكاس مش عارف ايه والايه مواعيدها معروفه. ليه بنتفاجئ؟ ليه بنتفاجئ؟ اه ده بكره رمضان، طب ما احنا عارفين رمضان بقالنا سنه معاده ايه، ده بكره مش عارف ايه، ما احنا عارفين يا جماعه، ما نرتب نفسنا.
عيب ان الكره المصريه اللي هي كانت دايما صاحبه الرياضه في المنطقه تبقى بتدار بالشكل ده.